كان في كلام، فانا كان كابتن حماد ساعتها قابلته، كان مشرف على الفريق، فقلت له يا كابتن انا عايز امشي. فكان مستغرب، قلت له يا كابتن انا بتكلم بجد، قال لي تمشي ليه؟ قلت له يا كابتن لاسباب بقى، انا اهلي خلاص مش مرتاحين وانا عايز امشي. طبعا جبتها في اهلي، مش عايز اخلي طبعا الصورات واقفه. فقال لي يا ابني لا مش هينفع، وفضلت ازن لحد ما رحنا برضو المدرب بعد المباراه بتاعت الكاس اللي هي كانت اخر مباراه ديت، ورحت له فقلت له. المدرب قال لي لا مفيش الكلام دوت، انت من اهم المدرب اللعيبه عندي زي ما قال، اهم اللعيبه عندي ومش هينفع تمشي وانت مكمل والكلام ده كله. ساعتها كنت انا اصلا بعت حاجتي مصر، مش عندي حاجتي على مصر كلها، خلاص وبعت هسافر هسافر اصلا. يعني. لا ما اصل الموقف يا كابتن ما ينفعش، ما ينفعش اللي هو يحصل. حتى انا ساعتها قلت للعيبه بقى، اللعيبه في لعيبه بس بدون ذكر اسماء، انا رحت قلت لهم، قلت لهم يا جماعه اللي حصل لعيبه ان في العين ان في الكابتن محمود الخطيب اتفق مع رئيس حد. مجلس الاداره ان هو اللي انا خلاص همشي. فاللعيبه كانت مستغربه، قلت لهم لحد دلوقتي ما جاش قال لي. كنا ساعتها خلاص قبل كاس العالم بخمس ايام مثلا. فاللعيبه كانت مستغربه، يا ابني ازاي؟ قلت لهم يا جماعه والله انا قلت لكم الحقيقه. كان حتى في لعيب شافني وانا بشحن الشنط بتاعتي والحاجات كلها، قلت لهم حتى سالوه هو شافني وانا بشحن الحاجه وبحول حاجتي كلها. فراح قال لي، اللعيبه كانت مستغربه، يا ابني طب كمل اقعد. قلت لهم انا مستنيه يكلمني وانا اقول له اقول له لا، دي بقى بتاعتي انا، بس انا ما ينفعش اللي يحصل كده. فراح ساعتها بقى كلمت كابتن خطيب وقلت له يا كابتن انا هفتح الموضوع معاهم. قال لي لا ومش عارف هو. كان ساعتها بعت فاكس وما كانش حد بيرد على الفاكس برضه. احنا بقى رحت فتحت الموضوع بقى قلت لهم ان انا عايز امشي. قلت لهم انا عايز امشي يا ابني مش هينفع، مش عارف ايه 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 ايه. حتى بعد كاس العالم للانديه كان في انديه عرض مبالغ كبيره ليا، مصريه ليا ولنادي العين، والنادي العين. مصريه ولا مصريه مصريه؟ مين؟ الزمالك وبيراميدز لا اعتقد. بدون ذكر اسماء. لا اصل ما احنا لازم الناس تعرف. لا بدون ذكر اسماء بقى خلاص. وانديه تاني برضو كان في السعوديه، وكان في انديه تاني برضو بره مصر، بره لكن كان في انديه مصريه وانديه سعوديه وانديه بره تاني اوروبيه. بس كانت الاكتر بصراحه كان في انديه في السعوديه، وكان في انديه تانيه اللي هتدفع اكتر يعني في مصر. كانت هتدفع اكتر لنادي العين. وحتى اداره العين كلمتني قلت لهم يا جماعه انا مع احترامي للنادي كلها، الانديه كلها كبيره والانديه كلها محترمه وكويسه، بس انا اديت كلمه للكابتن محمود الخطيب وانا مش هينفع ارجع فيها. وطبعا ده حاجه كبيره وانا بالنسبه لي ما ينفعش ارجع في كلامي يعني. فده اللي حصل، اتفقوا على كل حلو حاجه. حلو جدا، اتفقوا على كل حاجه وكل حاجه اتظبطت. لا ما هو بس قعدوا فتره طبعا، انا نزلت مصر كنت اجازه، انا قعدت اصلا مثلا 20 يوم مثلا او داخل في شهر ما بتمرنش. حتى اما جيت فكانت هي دي كان من ضمن الاسباب طبعا، بس ما ينفعش كنت انا اقول كده، ناس كانت تطلع تتريق عليا ومش عارف. بس انا بالنسبه لي انا كان دي من ضمن الاسباب يعني. فلما جت ساعتها بقى فبيقولوا لي طب الانديه، طب انت هتاخد ارقام اكتر، طب انت قلت لهم يا جماعه انا بالنسبه لي مش فارق، انا كده كده نازل بلدي والعب في بلدي ومن اكبر انديه العالم وانا مش فارق الفلوس. حتى ساعتها زرنا قال لهم لو حسين مشي انا مشي، انا همشي. حتى انا ساعتها اما انا خلصت الحوار كل حاجه خلصت والاتفاق كله تم، انا ساعتها هو راح الهلال السعودي بعدها على طول بيوم او يومين بالظبط. خلاص وجيت النادي الاهلي. وجيت النادي الاهلي تمام. الفتره اللي انت جيت النادي الاهلي فيها